أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، ورح ننتقل مباشرة وبنصبح بالخير على زميلنا مخلص سهاوني. كيفك يا مخلص؟ الله يسعدك نسرين. كيف الحمد العيد لله، كان؟ صباح الخير إليك ولكل مشاهدينا. كيف العيد؟ تمام الحمد لله، كل عام والجميع بألف خير. وانت بألف خير. اليوم مخلص انت حتحكي عن تصويب أوضاع العمال الوافدين. تصويب الأوضاع للعمال الوافدين في مديرية عمل جبل الحسين، يعني أكيد كل مديريات العمل هلأ شغالة على فترة التصويب اللي راح تستمر ل23 من الشهر الحالي. رسالة لكل عمالنا، لكل أصحاب العمل، بالاستفادة من فترة السماح اللي أعطتها وزارة العمل لأصحاب العمل والعمال لتصويب أوضاعهم. نسرين، يعني كمان هاي الدعوة للي عم بيحضرونا الآن من الوافدين إنهم برضو يتابعوا هاي الفقرة حتى يستفيدوا منها ويشوفوا وين بيقدروا يروحوا وين بيقدروا يراجعوا. كل التفاصيل راح تكون معك مخلص. نعم، شكرا نسرين، وصباح الخير من جديد لكل مشاهدينا اللي عم بيتابعونا من خلال شاشة التلفزيون الأردني برنامج يوم جديد، تحديدا سواء كانوا داخل أو خارج الوطن الحبيب. صباح الخير لكل نشمة ونشمية وكل أردني وأردنية ولكل عامل وعاملة سواعد الإنتاج في أردننا الغالي والعزيز. اليوم مشاهدينا راح نكون وإياكم بزيارة من خلال هذا التقرير المصور اللي حضرناه في مديرية عمل جبل الحسين، حتى نتعرف على أبرز المهام المنوطة بالمديرية وأهمها بالفترة الحالية تصويب أوضاع العمالة الوافدة. عم نحكي عن رقم كبير من عمالة وافدة وأجنبية موجودة في الأردن ضمن قطاعات مختلفة. شبابنا الأردني نتمنى عليهم القبول بفرص العمل المتاحة ضمن هذه القطاعات، راح نستعرضها إن شاء الله بعد ما نشوف التقرير اللي حضرناه في مديرية عمل جبل الحسين. خلينا نشوف التقرير مع بعض وبعد هيك راجعين. من أجل ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني تقوم وزارة العمل من خلال مديريات العمل المنتشرة في كافة أنحاء المملكة بإعطاء العمالة الوافدة فترات تصويب ضمن القطاعات المهنية المختلفة التي تشغلها نسبة من العمالة الوافدة، حيث تسعى وزارة العمل جاهدة للعمل على الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة بمختلف القطاعات المتوفرة بالسوق الأردني. مشاهدينا، احنا معكم اليوم من مديرية عمل جبل الحسين وفترة تصويب للعمالة الوافدة. للحديث عن هالموضوع الهام بسعدني ألتقي بمدير عمل جبل الحسين الأستاذ وسام الرماوي، حتى بداية نحكي له الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ مخلص ويعطي عافية الشباب للجميع ويسعد صباحك وصباح المشاهدين كلهم. يعني ما شاء الله عليكم، عم نشوف ضغط كبير موجود على مديريات العمل بهالفترة، فترة التصويب. يا ريت تخبرنا عن فترة التصويب وأيضا يعني الإقبال من قبل أصحاب العمل والعمال الوافدي لتصويب أوضاعها وأبرز القطاعات اللي بتشوف فيها عدد كبير. أستاذ مخلص، احنا في كان توجههم للوزارة موجب قرار من رئاسة الوزارة، صار في عنا فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة مدتها شهرين، كانت تخيل على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي بدأت من 25/2 لمدة شهر، واللي كان فيها تسهيل لإجراءات إصدار تصريح العمل من خلال صدور قرار بالإعفاء من أثر الرجعي للسنوات كاملة مهما كانت مدة تصريح العمل السابقة، بحيث أنه يدفع لمدة تصريح واحد. كان هاي الفترة في عليها إقبال كثير، قمنا كمديرية عنده هون في عمان الأولى بإصدار ما يقارب 6000 تصريح عمل بقيمة 2,600,000 دينار. الآن انتهت هذه المرحلة الأولى، والآن احنا في المرحلة الثانية اللي هو الشهر الثاني اللي هي فيها أيضا إعفاء، لكن إعفاء فقط بحيث بيقوم صاحب العمل بدفع سنة سابقة وسنة لاحقة فقط مهما كانت مدة تصريح العمل السابقة. بالإضافة إلى هناك كانت بعض التسهيلات، كون عندنا في فترة تصويب بعض التسهيلات لسرعة وإنجاز وإصدار تصريح العمل من خلال السماح للانتقال من بعض القطاعات اللي كانت مغلقة في السابق، من خلال إعطاء الصلاحيات لمدراء الميدان بالصلاحية من اتخاذ القرار من خلال المديرية مباشرة دون الرجوع إلى المركز، لكن بقيت الضوابط الأساسية قائمة وموجودة، وخاصة ما يتعلق بنسب تشغيل الأردنيين هو كونه خط أحمر لا يمكن أنه نتجاوزه. نعم، يعني أستاذ وسام كمان بدي أنتقل للحديث عن موضوع آخر. يعني بنحكي ما شاء الله عنا عدد كبير من العمالة الوافدة، وبنفس الوقت عم نحكي عن بطالة موجودة في صفوف شبابنا الأردني، في حلقة مفقودة. شو نصيحتك، شو رسالتك اليوم اللي بتوجهها للشباب الأردني؟ الله يا سيدي العزيز، في ظل الظروف الصعبة اللي تمر فيها المنطقة حتى ككل،
بجوز قدرة صاحب العمل في بعض الأحيان قد لا يستطيع أن يدفع الرواتب اللي يتمناها العامل وخاصة في بدايته. أنا بتوجه أنه كبداية أنه يرضى بالراتب حتى قد يكون قليل، لكن مع المستقبل أتوقع أنه هذا الراتب التزام مع صاحب العمل قد يزيد هذا الراتب وقد يحقق المستوى المطلوب اللي بيريده وبيرجع لنا العامل. الأخ الكريم اليوم كمراجع هون في المديرية، يعني بداية الله يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. يعني كيف بتشوف الإجراءات الموجودة داخل مديرية عمل جبل حسين؟ سهلة كويسة، بس بعد مرات يعني الضمان الاجتماعي بطلبوا كشف له. نعم. وهذا الكشف يعني قبل ما يخلص الشهر عم بطلب الضمان الاجتماعي بطلب انه تسد القسط اللي عليك، حتى في حجز بيعملوه على الحساب الجاري لك في البنوك بيعملوا لك اياه علشان 500 دولار مسدد المبلغ، ولكن لا يزال موجود عليه الحجز. نعم. وش اي قطاع اخي الكريم انت اليوم جاي تعمل تصريح؟ للمخابز. مخابز، كم عامل وافد تقريبا اليوم؟ عندي انا 2 اليوم. عمال وافدين 2؟ 5 شغيله اولاد يعني. يعني ما شاء الله، احنا حلو نشوف نسبة عمالة أردنية في القطاعات المختلفة، يعني يا ريت كمان احنا دائما نشجع عمالنا الأردنيين للعمل بهالقطاعات المختلفة. والله احنا بنرجو ذلك، ولكن يعني الشاب الأردني بيعزف عن هذه المهنة لصعوبة العمل فيها. صعوبة عمل ولا ساعات عمل طويلة أو قلة رواتب؟ لا عمال يعني الراتب كويس، ولكن ساعات عمل طويلة. نعم. وما فيش يعني عمل إضافي، ما في عمل إضافي، ما في، لأنه أنت عارف المخابز والدخل تبعها والأمور تبعتها محسوبة كليتها بالفلس. نعم. نعم. يعني إحنا بنتمنى إنه ندعم شبابنا أكثر، وإذا كان في هناك ساعات عمل إضافي نطبق قانون العمل الأردني بساعات العمل الإضافي كمان. يعني الأخ الكريم الله يعطيك العافية أستاذي. الله يعافيك أستاذ. يعني اليوم عم بتراجع مديرية عمل جبل الحسين، سبب هالزيارة؟ والله بدي أعمل تصريح لأنه وافد من قطاع التأمين. نعم. قطاع التأمين. شو مجال عمله؟ بالتأمين، هو خدمات. خدمات. ما عندنا شباب أردني يعني نشغلهم بهالوظيفة؟ الحمد لله عندنا، بس بتلاقيه بيعزف مرار عن الشغل تبعها، بقول لك لا أنا بدي شغل مكتب ومكتب وشغلات زي هيك. كيف الراتب اللي بتعطوه؟ لا الحمد لله راتب ممتاز جدا. رغم من هيك ما في شباب أردني يشتغل؟ تقريبا. سيدنا بتمنى لك التوفيق، وكمان خلينا ننتقل للجهة الأخرى وعم نشوف ما شاء الله يعني عدد من المراجعين هون داخل مديرية عمل جبل حسين. الأخ الكريم يعطيك العافية. الله يعافيك، إن شاء الله ما صار لك وقت طويل في الانتظار هون. لا والله ما صار لي 10 دقائق تقريبا. يعني الإجراءات إن شاء الله ميسرة لكم كمراجعين؟ الإجراءات ما شاء الله ميسرة، لأنه بتعرف ضغط الكم الكبير اللي كان، لكن ما شاء الله الكل متعاون، وال يعني مراجعتنا سهلة ما فيها أي صعوبة. سبب المراجعة اليوم شو عندك؟ بدي أعمل لجنة علشان عمال. أي قطاع؟ إحنا بقطاع الرياضة وما الرياضة وشغلات زي. يعني مشاهدينا مثل ما احنا شايفين عدد كبير من الإخوة المراجعين لتصويب أوضاع عمالهم. الأخ الكريم يعطيك العافية. العافية كريم. يعني اليوم عم بتراجع مديرية عمل جبل الحسين، سبب هالمراجعة اليوم؟ بسوي معاملات العمال عندهم. ضمن أي مهنة؟ مثل عمال نظافة أو تدبير. كيف الخدمات اللي موجودة عندكم والرواتب والحوافز؟ الرواتب حسب قانون العمل والعمال، في حوافز، في أوفر تايم، وكل شيء تمام. ما حاولتوا تستقطبوا شباب أردنيين للعمل بهالمهنة؟ بيجوا الشباب الأردنيين بداوموا أسبوع 10 أيام وبروح. سبب يعني ليه ما بيستمر؟ بقول لك هاي المهنة والراتب ممكن بنظره أنه قليل، 190 دينار يعني هو الراتب 190 قليل، يعني احنا دائما بنأكد وبنطالب بتحسين مستوى الأجور. أوفر تايم بلحق 250، بلحق 280، ولو وجبة غداء ومأمن مواصلات. يعني بدي انتقل كمان للأخ الكريم إليك مداخل. العامل الأردني لما بده يشتغل مدير بده مكتب ويقعد يستريح، بيجوا بترجوا الله شغلنا بنشغل ماشي، بنعطي رواتب زي وزارة العمل، أوفر تايم زي ما حكى الأخ، وجبة غدا مجانا، المواصلات مأمنة مجانا ماشي، بس يطلع ثمن بطاقة الخلوي وباكيت الدخان بداوم أسبوع. شبابنا يعني احنا بدناش نعمم الصورة، هناك شباب بدها تشتغل وبدها تبني مستقبلها، لكن لربما هناك قلة ما بتستمر. حقيقة 90% من شبابنا هيك حقيقة، حتى لو أمناهم بحوافز برواتب. نعم 90% هيك من شبابنا للأسف الشديد. يعني احنا بنتمنى على شبابنا تغيير هالنظره وتغيير هالصوره، ونحاول نشتغل هون داخل بلدنا. يعني الاخوان هون ما شاء الله عدد من الاخوان المراجعين. الاخ الكريم يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، الله يسلمك يا حبيبي. يعني تعرفنا باي قطاع اليوم جاي تصوب اوضاع عمالك؟ احنا عندنا شركه مطابخ في شارع مكه. نعم.
وجايين في عنا عامل مصري من العمل والتصريح. ضمن اي مهنه اي مجال؟ ضمن مراسل بدنا اياه بس يعني تنظيف. قطاع الخدمات قطاع كبير عندنا في الاردن، شبابنا ما بيقبلوا للعمل بهالمجال بالمهنه هاي؟ لا بصراحه. نعم. اما عندنا هاي كشف الضمان معي انا عندي حوالي 24 عامل اردني كنجارين ومساعدين وخدمات زي هيك موجودين كتركيب شيء موجودين عندي يلا. اما انه بمهنه التنظيف لا صعب. برايك شبابنا الاردني بيستمر بالعمل بالقطاعات اللي بيشتغل فيها المهنيه؟ اذا كان الراتب مجزي بيستمر، اما هي مشكله العامل الاردني الراتب وغلاء المعيشه مش طبيعه المهنه، الراتب الراتب فقط. نعم يعني كمان الاخ الكريم الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. ما شاء الله مجموعه تصاريح واوراق، ان شاء الله امورك ميسره هون في المديريه. تجديد معاملات ضمن اي قطاع؟ احنا قطاع الخدمات المشارده. في تعاون بيننا وبين إدارة التشغيل بوزارة العمل. نعم. دائما باستمرار نطلب أردنيين احنا. نعم. وعندنا أردنيين تقريبا 2000 بنعطي رواتب مجزية زائد ضمان زائد تحت زائد سكن زائد ضمان اجتماعي. نعم. مواصلات ومشجع الأردنيين ونطلب أردنيين دائما. ايش الخدمات المساندة يعني بس تعرفنا أكثر وتعرف مشاهدين؟ خدمات المساندة يعني النظافة. نعم. النظافة. شركات النظافة اللي احنا بنشوفها موجودة عادة في الشركات والمؤسسات والمستشفيات. ومعاملتنا تجديد عندنا أردنيين ما بنتقيد خليني أقول الحد الأدنى من الأجور بالعكس بنعطي رواتب احنا 230 240 250 دينار بيعتمد على الشاب الأردني إذا كان بده يشتغل. عدد العاملين في الشركة اللي أنت بتمثلها كقطاع إنشاءات تقريبا يتراوح حوالي 400 عامل بين أردني ووافد. عدد الوافدين؟ عدد الوافدين يعني نسبتهم حوالي أقل من الثلث أو ثلث تقريبا. يعني بنحكي ما يزيد عن 100 عامل على الأقل. بين 100 ويزيد عن 100 أو أقل من 100. نعم. معدل الدخل الشهري اللي بتقاضاه العامل الوافد؟ العامل الوافد يتقاضى تقريبا بحدود يعني بين 250-350. يعني احنا بنعرف انه صار العامل العادي في قطاع الانشاءات يوميته لا تقل عن 15 دينار، واذا معلم بيوصل 25 والى اخره، يعني بالنهايه اذا احنا بدنا نعمل حسبه سريعه نحكي عن دخل جيد يعادل راتب شاب حاصل على درجه البكالوريوس واكثر. بلا شك طبعا هذه اجراءات يعني صاحب العمل بشوف انتاج العامل هل بيعطي ولا ما بيعطي. حسب ما بيعطي العامل بياخذ راتب. ليش شبابنا الاردني ما بيقبل على هالقطاع؟ ما هو في شباب تقريبا بيستكبروا عن القطاع مع انه قطاع الانشاءات قطاع كبير بيستوعب فرص عمل، يعني لما بنحكي انشاءات بنحكي بنا وقصير وبليط وعديد عديد من المهن. استكبار. بدنا تتغير النظره ونخلص من ثقافه العيب. خلينا نحسن مستوى معيشتنا ونشمر عن سواعدنا. يا سيدي نامل ذلك. مشاهدينا في الختام بقي أن نوجه رسالة لكل أصحاب العمل ولعملتنا الوافدة بتصويب أوضاحها خلال الفترة المحددة اللي حددتها وزارة العمل من أجل تنظيم وضبط سوق العمل الأردني. وبدي أكد على شبابنا الأردني بضرورة القبول بفرص العمل اللي بتعمل فيها العمالة الوافدة حتى نعمل على الإحلال التدريجي لعمالتنا الأردنية مكان العمالة الوافدة، وبالتالي التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة للأسرة الأردنية. وبالنهاية شباب الشغل مش عيب، وهذه بلدنا الأردن الغالي والعزيز. من جديد صباح الخير لكل مشاهدينا اللي انضمونا الآن لبرنامج يوم جديد وفقرة شباب ومهن. تحديدا لاحظنا مشاهدينا من خلال التقرير اللي صورناه في مديرية عمل جبل الحسين انه هناك قطاعات عديدة ومهن عديدة تشغلها العمالة الوافدة. لو استعرضنا المهن بعجالة بنلاحظ انه قطاع الانشاءات في عدد كبير من العمالة الوافدة، ايضا قطاع المحيكات لخياطة، قطاع الزراعة، قطاع المطاعم، قطاع المحروقات عامل مضخة في محطات البنزين، وأيضا قطاع الخدمات بشكل عام أو المهن الخدماتية بالإضافة لقطاع المخابز وغيره. يعني أنا دايما بتساءل وين شبابنا الأردني الباحثين عن فرص عمل حقيقية. قد تكون البداية شباب بداية بسيطة، لكن الإنسان إذا يعني اهتم بعمله وثابر في عمله أكيد رح يتطور. مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، السلم بينطلع درجة درجة. قد تكون البداية بسيطة لكن أنت رح تتطور أكيد وظيفيا
مسماك الوظيفي ما راح يضل بالمسمى البسيط اللي انت دخلت فيه، وايضا الراتب راح يتطور. يعني لو اجينا بس هيك بعجاله على قطاع الانشاءات، لما بنحكي قطاع الانشاءات يعني بنحكي العديد من المهن، بنحكي عن بنا وقصير وبليط ودهين ومسرجي وكهربجي وغيره من المهن اللي ممكن شبابنا الاردني يشتغلوا فيها، يحققوا فرص عمل ويحققوا دخل يامن حياه كريمه على الاقل. وحقيقه مؤسسه التدريب المهني هالمؤسسه الام لها دور كبير بتاهيل شبابنا، بالاضافه للشركه الوطنيه للتشغيل والتدريب اللي بتدرب على قطاع الانشاءات تحديدا. قطاع المحروقات اعلنا يعني حقيقه في حلقه سابقة عن ما يقارب 290 فرصة عمل بهالقطاع، وكانت يعني الرواتب كثير محفزة للشباب الراغب من 220 دينار حتى 900 دينار لبعض المهن. يعني اللي بيشتغل ضمن بائع محروقات قد يحصل في البداية 220 دينار بالإضافة يعني للتب اللي بياخذه، للحوافز، للتأمين، للضمان وغيره. وكان بعض المسميات الوظيفية مثل رئيس قسم جودة يعني بيوصل 800-900 دينار. احنا بدنا نتحفز شباب، بدنا نستفيد يعني من مديريات التشغيل المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، هالخدمة اللي بتقدمها وزارة العمل لشبابنا الأردني الراغب بالحصول على فرص عمل حقيقية. كمان بدنا نحكي عن قطاع المحيكات، يعني هالقطاع الكبير يعني منروح أحيانا على المدن الصناعية وبتكون الصورة محزنة إنه مش عم نشوف شبابنا الأردني عاملين في قطاع الخياطة، النسبة الأكبر هي عمالة أجنبية ووافدة، مع أنه هالقطاع بيوفر فرص عمل وبيوفر دخل ممتاز للشباب الأردني. إذا شباب بدنا نتخلص من ثقافة العيب أكيد رح نجد فرص عمل بالقطاعات الموجودة في سوق العمل الأردني، رح نحسن مستوى معيشة الأسرة الأردنية، رح نعمل على الإحلال التدريجي لعمالنا الأردنيين مكان العمالة الوافدة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه لوزارة العمل، كم هي الأعداد اللي تم تصويبها بشكل عام للعمالة الوافدة العاملة بمختلف المهن والقطاعات، وهل الإجراءات اللاحقة راح تكون رادعة بحق المخالفين؟ حقيقة هذه التساؤلات راح نجيب عليها في حلقاتنا القادمة. وبدي أذكر أصحاب العمل وعمالنا الوافدين إنه فترة التصويب ما زالت مستمرة حتى 23 من الشهر الحالي. يعني احنا دائما بنحكي احنا مش ضد العمالة الوافدة، احنا مع العمالة الوافدة اللي بتكون يعني بشكل قانوني، احنا مع تنظيم وضبط لسوق العمل الأردني. عندي هيك مجموعة أخبار عمالية سريعة نبدأها بمؤسسة التدريب المهني، حيث انتهت مؤسسة التدريب المهني من تدريب 16 مدرب ومدربة من الجمهورية العربية اليمنية في معاهد المؤسسة في التخصصات التالية: تشغيل وبرمجة المخارط المحوسبة CMS وصيانتها، تشخيص أعطال محركات السيارات باستخدام أجهزة الفحص الإلكتروني، صيانة وتشغيل أجهزة التحكم الإلكتروني الصناعي، وأيضا التجميل للسيدات. يأتي هذا التدريب مشاهدينا بموجب اتفاقية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني الموقعة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية. وخبر آخر لمؤسسة التدريب المهني، حيث عقدت مؤسسة التدريب المهني اجتماعا للجنة التخطيط والتطوير في المؤسسة برئاسة المدير العام ماجد الحباشنة، يناقش قضايا تتعلق بتطوير العملية التدريبية بحضور مدراء المديريات بالمؤسسة. وخبر أخير لمؤسسة التدريب المهني، تم تخريج 31 مشاركة من سيدات المجتمع المحلي في الدورة التدريبية في مجال الأعمال اللي بتخص الأدوات الصحية المنزلية، عقدت في معهد تدريب مهني يجوز التابع لمؤسسة التدريب المهني. حقيقة يعني بدي أذكر بفرص العمل اللي حكيناها في المرة الماضية في قطاع المولات، قطاع المولات في 290 فرصة عمل في مجالات مختلفة، اللي حاب يستفيد من هالفرص يتوجه لمديرية تشغيل عمان الأولى بوابة فرص العمل، واللي موقعها في العبدلي مبنى وزارة العمل القديم الطابق الرابع والخامس مقابل وزارة التربية والتعليم. خلينا نستفيد من هالفرص، خلينا نستفيد شباب من هالخدمة المجانية اللي بتقدمها وزارة العمل. طبيعة الفرص الموجودة في قطاع المولات: أمن وحماية، كاشير، بقالة، تنسيق بضائع، مبيعات في أقسام المول. وبدي أعلن كمان للشباب الراغب للعمل في قطاع الفنادق إنه بكرة الثلاثاء
في نفس المديرية، مديرية تشغيل عمان الأولى، في معرض وظيفي بضم حقيقة مجموعة من الفنادق الخمس نجوم وطالبين فرص عمل، احنا راح نحكي عنها بشكل مبدئي، وفي حلقة يوم الأربعاء راح يكون عندنا تفاصيل أكثر. يعني بدهم مساعد شيف رئيسي، مدير طعام وشراب، عمال مجلى، خباز، حلواني، موظف استقبال، موظف سفرة، تدبير فندقي، موظف حفلات، مدققي كاشير، طهاة ساخن وبارد وتدبير فندقي، سفرجي، حامل حقائب، موظف استقبال وموظف صيانة وسكرتيرة مدير عام. هذه الفرص موجودة بكرة، اللي حاب يستفيد منها يتوجه لمديرية تشغيل عمان الأولى. يعني مشاهدينا حقيقة راح إن شاء الله كمان نتحدث في المرة القادمة عن دليل الخدمات اللي تم إصداره من وزارة العمل واللي راح يسهل على المراجعين. نتمنى لكم في نهاية هالفقرة يوم عمل سعيد ويوم عمل مميز لكل اللي بيتابعونا وبيشاهدونا على شاشة التلفزيون الأردني. خلينا نرجع لزميلتنا نسرين لتكملة ما تبقى من فقرات يوم جديد. صباح الخير لكل مشاهدينا. شكرا مخلص. وحابة بس قبل ما أنتقل بعد الفاصل مع ضيوفي والفقرة اللي بدنا نحكي فيها، يعني أعرف منك الفيدباك كيف كان أو ردود فعل الناس بعد انضمام برنامج شباب ومهن كفقرة موجودة في برنامج يوم جديد. هل بتحس أنه صار في تفاعل أكثر مع الفقرة، في ردود فعل أكبر من قبل؟ يعني بالتأكيد نسرين، برنامج يوم جديد برنامج متابع ومشاهد وإله سنوات عديدة، وحقيقة جميع برامجنا في التلفزيون الأردني هي برامج متابعة دايما. يعني الأسرة الأردنية لما بتكون فاتحة على التلفزيون الأردني بتكون مبسوطة في برامجنا اللي احنا حقيقة عم نقدم لها كل الفائدة المرجوة. يعني أكيد في ردود فعل طيبة إنه عم بيشوفنا المشاهد أو المتابع إن العمالي في الفترة الصباحية. وبدي نسرين بس هون استذكرت شغلة، يعني في لقاءاتنا في الفترة الأخيرة عم نلتقي بأحد الشباب الأردني خريج مؤسسة التدريب المهني، عم نسأله في اللقاء عن راتبه وما حب هيك يعلن عن الراتب، فأنا توقعت إنه الراتب قليل، لكن فوجئت بعد اللقاء إنه راتبه 1800 دينار في أحد الفنادق. هو خريج مؤسسة التدريب المهني، خدمته 10 سنوات بالإضافة للعمل الإضافي وغيره. فأنا يعني هاي هي الرسالة اللي بحب أوجهها. معناته هو ما حبش يعلن عن راتبه، خاف من العين، خاف بجوز إنه الناس تأخذ منه تستقرض منه الأقارب. معه حق. شكرا لك مخلص. ومشاهدينا احنا رح نحكي عن طريقة الحساب الذهني مع ضيوفنا الكرام بس بعد الفاصل.